حباب القلب، طلابنا الغوالي، زي ما وعدناكم دائما انكم تكونوا الاهم، ودائما في وتد سنبدا من لا شيء حتى تكونوا انتوا كل شيء. في طور اعدادنا لسلسله امتحانات على منصه وتد التعليمي، صار الوقت يشيك الطالب على وضعه في ماده الاحياء، خاصه في فصل الوراثه من الوحده الاولى، وصار الدور على مصعب القطاوي. الامتحان حيكون شامل 60 ضع دائرة، مدتهم معاك ساعة ونص. متى؟ يوم الجمعة الموافق 26/11/2021. هذا التاريخ يمكن ما بعرف مصعب انه حيكون هو يوم تاريخ عيد ميلاد والدي رشاد، فكل عام وانت بألف خير يا حبيب القلب. هاي اجت صدفة. الامتحان لجميع الطلاب النظاميين جيل 2004 وجيل المعيدين. بإذن الله أنا ومصعب وجميع كادر وتد التعليمي مش حنقصر معاكم. وفي الختام، لا تنسى علمي اقتصاد منزلي زراعي، كونوا قد التحدي لأنه في أشياء عظيمة تنتظرك. يعطيكم العافية وربي ما يضيع لكم تعب. سلام. سلام عليكم.